Vi befinner oss i Betlehem. De söndersprängda byggnaderna och ljudet av gatustrider har Amjad för länge sedan vant sig vid. يعني يوم يطلع يسألوني في كل شيء يعني دير بالي على أخوي بدير بالي على أخوي يوم يقولوا لي درس أخوك بدرسه يوم يقولوا لي كمان ضلك معه يعني دير بالك عليه عشان ما يخليش يضرب حجار مرات ما يخليش يعني عشان ما يروحش جهة الجيش يطخوه يعني بدير بالي عليه يعني الجيش عشان بيجوا على المخيم بقتحم الدور مرات بأخذوا الناس من جواهم مرات بقتلوهم مرات بطخوهم مرات يوم يكبس الجيب على المخيم بقول أولادي طابشوا عليه بطخوهم. Precis som alla barn gillar Amjad att leka. Men även leken har konfliktens allvar över sig. يعني يوم نلعب اللحكة واللهاب ندخل من زكك وهذا يوم نلعب كمان الغمية نقدر نتخبى فيه كمان يعني يوم واحد يلحقني ولا الجيش يلحقونا نقدر نفسخ منهم نعرفش نلعب فيه لأن الأزقة صغيرة وهذا مرات الجيش بيقتحم المخيم بضرب غاز منشم الغاز وندخل نحط على ايدنا عطر عشان ما نشمش الغاز مرات. På grund av konflikten mellan Israel och Palestina lever många familjer i flyktingläger. Amjad har bott här i större delen av sitt liv. يعني عطتنا بس يوم الجمعة. يعني نلعب فيها مرات نروح على الجامع نصلي فيه. يعني مرات نطلع من الجامع بيجي الجيش بصير يطخوا غاز من خنك. واحنا نصلي كمان. Diakonia stöder många olika hjälpprojekt. Ett av dem är Viam, som bland annat driver ett center för barn med svåra krigsupplevelser. Här får barnen möjlighet att leka fritt. يعني يوم نروح على مراكز نكيف هناك بعطونا أنشطة زي مركز وئام كمان أي مراكز نروح عليهم بعطونا كل أنشطة اللي بدنا إياها. يعني إحنا هم نلاقيش زي مراكز وئام هم فيش مراكز عندنا. Även om Amjad bara är 10 år så finns det en sak han har bestämt sig för. يعني بحب أصير دكتورة عشان أساعد الناس أساعد المصابين أساعد الجرحى أصعب أساعد اللي بدهم يستشهدوا يعني بساعدهم عشان يعني يوم بأخذهم على المستشفى هناك بسوي لهم عملية بقيمة رصاصة من بطنهم ولا من أجرهم بساعدهم. شكرا لمساعدتكم لأطفال العالم.